أكيد خطر على بالك هذا السؤال، من هو ستيف وكيف تمت إضافته ولماذا؟ واليوم عندي إجابة هذه الأسئلة في 14 معلومة لم تكن تعرفها من قبل عن ستيف. إذا كنت جديد انزل اضغط على زر اللايك واشترك إذا ما كنت مشترك. يلا نبدأ. المعلومة الأولى، البلوكة في ماينكرافت بتساوي 1 متر في الحقيقة، وستيف طوله بلوكة 875، يعني مكملش البلوكتين، يعني متر و 875 سنتي، هذا أكثر من متوسط طول الرجال في العالم. المعلومة الثانية، ستيف يحدث دمج قدره نصف قلب، جدا قليل، لكن ستيف لديه قدرة على صناعة الأيتمات وحتى تطويرها، وأكبر دمج يمكنك الوصول إليه إذا استعملت أكسن زرايت مطور بـ شاربنس في مع بوشن سترينج، يمكنك أن تحدث دمج قدره 13 قلب ونصف، وبالمناسبة هذا أكثر من دمج الأيرون جولم. المعلومة الثالثة، يوجد صوت في ملفات اللعبة لستيف لم يتم استخدامه، الصوت عبارة عن شخص يتنفس بطريقة شوية غريبة كما سوف تسمعونه الآن. والغريب أكثر من أنك في الغالب لن تسمع هذا الصوت أبدا لأنه غير مستعمل داخل اللعبة. المعلومة الرابعة، إذا سألتك كم يمكن لستيف أن يبقى على قيد الحياة من دون أكل ومن دون أن يتحرك، قد تكون 4 ساعات، 8 ساعات، يوم، بل يقدر أن يعيش 11 عاما. معلومة الخامسة، ستيف هو أول كائن أضيف في اللعبة تحديدا في عام 2009. المعلومة السادسة، يوجد شيء في الأكل باستثناء الهنجر بور هو الشبع، توجد أكلات تشبع أكثر من أكلات أخرى، يعني باختصار لن تجوع بعد ثانية، وأسوأ أكل في ماينكرافت هو هذا، وأفضل أكل يمكنك أن تأكله هو هذا، يعني لو كنت معاك جولد كسير يمكنك صناعة جولدن أبل. معلومة السابعة، ستيف قادر على النجاة من سقوط 23 بلوك وهذا ما يعادل 23 متر. معلومة التامنة، ستيف يمتلك 10 قلوب ودمج قدره نصف قلب، كائن عادي أو الأفضل كائن ضعيف، ولكن بعد كل هذا يستطيع ستيف أن يتخطى كل العقبات والوصول إلى الإندر دراجون وقتله. معلومة التاسعة، يوجد هيلس وجوع لكن لا يوجد عطش، نعم ستيف لا يعطش في الغالب، السبب أن المطورين لا يريدون تعقيد اللعبة. المعلومة العاشرة، ستيف على خلاف الواقع لا يموت بالسم. المعلومة الحداشر، إذا عبأت الانفنتوري بالشالكر وكل شالكر يحتوي على فول ستيك أي بلوك، هذا يعني أنك حملت الآن 65,664 بلوك والتي تزن 111,000 طن والتي تعادل 100 فيل. المعلومة الثانية عشرة، ستيف يجري بسرعة 5,612 متر كل ثانية. المعلومة الثالثة عشرة، ستيف يقدر يكسر من على بعد 4 بلوكات ونصف. المعلومة الرابعة عشرة والأخيرة، ستيف يسبح بسرعة 2.20 متر كل ثانية وهو يعادل سرعة سباح في الأولمبياد. وكده يا شباب نكون قلنا 14 معلومة مكنتش تعرفوها أو ممكن تكونوا تعرفوها عن ستيف في ماينكرافت. ياريت الفيديو يكون عجبكم، متنسوش لايك والاشتراك، وأشوفكم مرة جاية في فيديو المعلومات الجاي، ومع السلامة.